السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدما رأينا في الفيديو السابق كيف ننجز عملية الضرب في عدد يتكون من رقم واحد، نتعرف اليوم كيف ننجز عملية الضرب في عدد يتكون من رقمين أو أكثر. إذا لدينا هنا العملية هي 12 في 36. إذن قبل أن نصل إلى العملية أو إنجاز العملية نمر ببعض الخطوات. أولا نستعمل هذا الجدول. إذن نكتب هنا 12 في 36. إذن 12 ماذا تساوي 12؟ نكتب 12 كتابة جمعية، إذن تساوي 10 زائد 2. إذن نكتب هنا 10 وهنا 2. 36 كذلك ماذا تساوي؟ تساوي 30 زائد 6. إذن نكتب هنا 30 وهنا 6. ونبدأ بملء هذا الجدول. نبدأ 30 في 10، 30 في 10. إذن للضرب في 10 نضيف صفر إلى اليمين فقط. إذن نكتب 30 هكذا ونضيف صفر إلى اليمين للضرب في 10، إذن تساوي 300. الآن 30 في 2، ماذا نفعل؟ 3 في 2 6، ونضيف هذا الصفر هنا، إذا تساوي 60. الآن 6، 6 في 10، إذا 6 في 10 تساوي 60. ستة في 2 تساوي 12. الآن نقوم بالجمع. 300 زائد 60 تساوي 360. 60 زائد 12، إذن 2 زائد 0 تساوي 2. 1 زائد 6 تساوي 7، إذن 70. أخيرا نجمع، إذن 0 زائد 2 2، 6 زائد 7 13. أكتب 3 وأحتفظ بواحد. 1 زائد 3 تساوي 4. إذن الجواب هو 12 في 36 تساوي 432. إذن الآن ماذا نفعل؟ ننقل معطيات هذا الجدول إلى هنا وننجز العملية. إذا نبدأ، ماذا لدينا هنا؟ 12 في 36. نبدأ 6 في 2، 6 في 2، إذا 6 في 2 حسب الجدول 6 في 2، وجدنا 12. إذا 6 في 2 تساوي 12، 12. الآن 6 في 10، لأن لدينا 6 في 2، 6 في 10، 6 في 10 تساوي كم؟ 60. إذن 6 في 10 60. بعد 6 نمر إلى 3 أو 30، لأن 36 تساوي 6 زائد 30. إذن 30 في 2، 30 في 2، إذن 30 في 2 وجدنا هنا 60. إذن 30 في 2 60. أخيرا 30 كذلك في ماذا؟ في 10. إذن 30 في 10 تساوي 300. 30 في 10 تساوي
300. إذا قمنا بنقل فقط معطيات الجدول إلى هنا. نجمع الآن 2 زائد 0 تساوي 2، 1 زائد 6 7، زائد 6 13. أكتب 3 وأحتفظ بواحد. 1 زائد 3 تساوي 4. إذا نفس النتيجة 432. 432. إذا نمر الآن إلى إنجاز العملية داخل هذا الجدول بشكل أكثر اختصارا. إذا لدينا هنا العملية أنجزناها في 4 أسطر بالإضافة إلى النتيجة بمعنى 5 أسطر. هنا سننجز العملية باختصار. إذا نبدأ. إذا نبدأ بستة. ستة في اثنان 12. أكتب 2 وأحتفظ بواحد. إذا احتفظنا بواحد لأن لا يمكن أن نكتب هنا 12، لا يمكن. إذا العشرة أحتفظ بها هنا. ثم ستة في واحد تساوي ستة، زائد واحد تساوي سبعة. الآن هنا الأصل لدينا 30. 30 إذا 0 30 نكتبه هنا أو مكان هذا الصفر نضع النقطة هكذا. نضع نقطة هنا ونقول 3. إذا 3 في 2 ستة، ثلاثة في واحد ثلاثة. نقوم بالجمع الآن. اثنان زائد صفر 2، 7 زائد 6 13. أكتب 3 وأحتفظ بواحد. إذن هنا لدينا علامة زائد. 1 زائد 3 تساوي 4. إذن 432 نفس النتيجة 432. إذا نمر الآن إلى بعض التدريبات. إذا 165 في 78. إذا ننجز هذه العملية. إذا لدينا 165 في، إذا نكتب 8 باللون الأزرق لكي نوضح أكثر، و7 نكتبها باللون الأحمر هكذا. ونبدأ. إذا نكتب باللون الأزرق 8 في 5 تساوي 40. اكتب صفر وأحتفظ بأربعة. 8 في 6 48، زائد 4 52. اكتب 2 وأحتفظ بخمسة. 8 في 1 8، زائد 5 13. هكذا. أمر إلى 7. إذا أستعمل اللون الأحمر. إذا لدينا 70، 78. إذا أكتب هنا 0 70 أو نقطة. إذا 7 في 5 35. أكتب 5 وأحتفظ بثلاثة.
سبعة في ستة 42، زائد ثلاثة 45، أكتب خمسة وأحتفظ بأربعة، سبعة في واحد 7، زائد أربعة 11. إذا نجمع، إذا 0 زائد 0 0، 2 زائد 5 7، 3 زائد 5 8، 1 زائد 1 2، 0 زائد 1 1. إذا وجدنا 12870. نضرب الآن في عدد يتكون من 3 أرقام، مثلا 391 في 276. إذا نكتب 391 في، إذا نكتب 6 بالأزرق، 7 نكتبها بالأحمر، و2 نكتبه بالأخضر. ونبدأ، 6 في 1 6، 6 في 9 54، أكتب 4 وأحتفظ بـ5، 6 في 3 18، زائد 5 23. نمر إلى 7، إذا 70 نكتب هنا 0 70 لنعمل بسبعة فقط، 7 في 1 7، 7 في 9 63، اكتب 3 واحتفظ بـ6، 7 في 3 21، زائد 6 27. أمر مثلا الآن إلى 2، إذا أعمل بالأخضر، 2 الأصل هو 200 200 276، إذا 200 لديها صفران إلى اليمين، صفران، إذا أضع نقطتين أو صفرين نفس الشيء، وأعمل بـ2، 2 في 1 2، 2 في 9 18، اكتب 8 وأحتفظ بـ1، 2 في 3 6، زائد 1 7. الآن ماذا أفعل؟ سأجمع، هكذا وأجمع، إذا 6 زائد 0 6، 4 زائد 7 11، اكتب 1 واحتفظ بـ1، 1 زائد 3 4، زائد 3 7، زائد 2 9، 2 زائد 7 9، زائد 8 17، اكتب 7 واحتفظ بـ1، 1 زائد 2 3، زائد 7 10. إذا هنا وجدنا عددا يتكون من 6 أرقام نقرأه، إذا 107916. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا ممتعة معي.
دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.